عشان العمرة ونزلت جبت الجزمة البيضة وحضرت نفسك. فهمي قالوا هنجيب لك الهدوم البيضة وهنجيب لك كل حاجة أبو المصحف. إحنا كلنا كده لقيتي نفسك في الاسم مش في الكعبة. بس الاسم ربنا يخليهم حلوين كلهم جدعان حلوين معاك عشان ما عملتيش حاجة. سبحان الله. وهم اللي يكونوا هنا يا ست ده بعد العشاء كمان. شوف الإدارة بعد العشاء. وهم حاجة يعني عرفوا منين ان انت ان يعني عرفوا منين ان انت هنا؟ واحدة بحتان اهي الجزمة. وريني الجزمة. طب دي جزمة حلوة وجديدة. ابو المصحف والنبي يا فندم. جابت الجزمة. انت اسمك ايه حاجة ايه؟ فايزة برمخل. حاجة فايزة جابت الجزمة و عايز تطلع العمرة. على ايدك. اسم الله. البنك راحت مرتين ثلاثة نفسها في الاسم فجأة. ما احنا لازم برضو نحذر الناس حاجة ان مش اي حد يجي يقول لهم حاجة يصدقوها. ابو النبي صدق ايش اي حد؟ لا انا عمري مشيت من هنا. فهمي يا فهمي خليتوها تمشي ليه؟ لان حلوين حبايب اطلع من هنا على باب الكشك بتاعنا مقفوله بقاله سنتين والله. عرفوا يضحكوا عليك. شاطر وحيد ده صح؟ معرفش من ده وحيد والتاني برضك والبيت اللي معاهم دي. غسلوا لك مخك. ان شاء الله يتغسلوا ما يرجعوا. واقول لك اشتمهم واضربهم قدامكم. هم اللي كنا نعرفهم من ده. ما هم جم هنا يا فادي مش قال له عمك على هنجيب لكم عمره ونجيب لكم كشك في حاجه في الكشك. اهدى. انت الكشك ده بتاعك؟ بتاع في بضاعه وكده؟ لا والنبي ما في. انا حابب تاكله وكده ببيع كاكول يعني بسكويت وكراتيه. ما عندنا احنا قاعدين اهو رجلنا وجعنا والتاني مكسور رجليه. عندك الحاج شافوه كل في جوزك موجود؟ قاعد ممكن نصور معاه؟ شوفيه يريحك ازاي؟ يعني زياره النبي. انا زرت النبي والحمد لله الحمد لله. ربنا البيت ينور بيكي وربنا يستر معاك دنيا واخره. انت عايز ايه يعني؟ ولا حاجه. عاوز رضاكم علينا. رضاكم علينا. مش عايز حاجه خالص؟ لا عاوز رضا ربنا ورضاكم وتعاونهم على البر والتقوى. انا بدعيك قول يا رب يسترك في الدنيا وفي الاخره سترا لا ينكشف ابدا وينصر الاسلام والمسلمين وينصر مصر واعوان مصر كلهم. ربنا يخليك يا حاج. انا مبسوطه قوي ان انا جيت لغايه الشرقيه عشان اخد الدعوه دي. والله يعني انا صاحب دعوه. لأن منظر منظر المريض وجد الله عنده. من عاود المريض وجد الله عنده. مش أنا اللي بقول الكلام ده. سيدنا رسول الله قال الكلام ده. فأنت زرتينا دلوقتي وأنا بدعيك إن ربنا يستر عرضك وينورها لك ويخليك لكل إنسان بتخدمي لوجه الله. ربنا يكرمك محبة رسول الله. ربنا يخليك يا رب. ونطلع الحاجة عمرة بقى عشان ما تزعلش صح؟ لا مش عايزين الناس تطلع العمر. ليه؟ الله ما كفايه المقلب ده يعني نتعلم. ما فيش مقلب احنا نطلعها عمرة بجد. لا احنا اتعلمنا احنا ما. انا بقول لهم انتوا مين؟ قالوا بعدين ما من الحاجات دي سرية عشان الولاية الحاجة ما منبهة علينا ان احنا ما نجيبش سيرتها ولا سيرتنا في حاجة. حاجة كده في الستر. ها ربنا يستر الجميع. مش عايز تطلع معاها عمرة؟ ليه؟ تطلع معاها عمرة انت؟ انا مع لا 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 ما عنديش امكانيات. لا احنا هنطلع. انا ما عنديش امكانيات جهد يعني جهد ما فيش كسر عندي هنا. واتعالجت كتير وعناية ضعفت والحمد لله. بس انت كويس قوي يا حاج الحمد لله. ما نقول الحمد لله من حمد وزاده وربنا ينورها لك. ربنا يخليك فيك شر المرض وينصرك على من يعاديك بسر لا اله. يا رب يا رب تقبل منك يا رب. بشكرك يا حاج جدا. انا دخل علينا حضرة النبي وعشان خاطر النبي محمد حبيبك يا رب يسترك يا رب. يا رب ربنا يخليك. مش قادره اصدق ان انا جيت لغايه الشرقيه عشان اخد الدعوه الجميله دي. قالك مش عايز حاجه خالص. قالك مش عايز حاجه خالص. قلت له عايز ايه؟ مش عايز حاجه خالص خالص. مش عايز حاجه. الراجل النماذج اللي احنا بنقابلها الايام دي غريبه جدا. في ناس قنوعه وراضيه ومبسوطه وقاعده بتاكل البط بص البط يعني وعندها كشك ما فيهوش حاجه يعني ربنا يخليك. طيب يعني احنا متفقين دلوقتي ان انت الحاجه الوحيده اللي عايزاها عمره؟ نفسك فيها؟ اللي يجي من عند ربنا بس. في ما فيش خلاص ماشي.
خلاص نوديكي عمره ان شاء الله. بس انت تقدري صحتك يعني تقدري تطلعي عمره وتمشي وتروحي وتيجي وكده؟ تقدري تطلعي عمره يعني بتتحركي كويس وكده؟ لا ما بتحركش يعني. تطلعي على كرسي بقى ولا ايه؟ يمكن بيقولوا لي كرسي اللي الاقيه. في يا ستي ما فيش ما في. لا في ان شاء الله. انا بس عشان تروحي تقدري تعملي العمره بس اسالك بس. يمكن لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انت نيتك كانت كويسه وتاخدي على قد نيتك باذن الله. كلنا غلبهم مولودين في الشارع ده عمرنا ما مشينا من هنا. وده بيتنا اهو الفيلا. شوفي عامله فيلا. بس هي فيلا فعلا. صدقي صدقي انها فيلا والله. فيلا فيلا وقصر بقناعتكم ورضاكم وادبكم واخلاقكم. وفي في في ناس اغنى منكم مليون مره وما عندهمش نص اخلاقكم كده. لما ادخل للراجل اقول له عايز ايه يقول لي مش عايز اي حاجه غير اني ادعي لك. بنشرب ولابسين اهو كل تاكلوا. قولي تاني كده. بناكل وبنشرب ومبسوطين في الاكل اهو ولابسه ولابسه. عايز اقول لك اكل وشرب واللبس ونوم حلو وخلاص. حد البط وقاعده بتاكلي البط معجبه انا قوي بحكايه البط. البط جايبه ذكر وانت طلعه وانا مين فلوس هيطلعه تاني هيخلفه تاني. اوعي بعد نوريهم الفيلا. تعالى ارضي تعالى كده. هنا ولاي واحده هنا واحده البط زي النجمين. انت شايفه ان بيتك ده فيلا صح؟ اه شايفاه احسن من اللي في الفيلا. احسن من الفيلا. ربنا عامل كده وبناكل حلو. هنقول لك لا بناكل يعني بناكل. بنتي بتيجي تطبخ له وتمشي يعني ربنا. تاكل وتشرب ولابسه وعايشه في الفيلا ومش مش متضايقه من حاجه. ولاد شوف بوش بيضحك ازاي الباشا اهو كلهم بيضحكوا في المدريه. صلاه النبي بيجيبوا لي اكل. اقول لهم شبعانه والله يعني. المدريه بيجيبوا لك اكل؟ في المدرية. انت في المدرية؟ اه والله. حد قال لي حاجة يا عيني. انت ما عملتش حاجة يا حاجة يعملوكي وحش ليه؟ ديك اللي بتضحك علينا يسموها احسن. عرفهاش والله ما اعرفهم يا بنتي. يلا منهم لله. بكرة هكلم. ما عندك تليفون؟ الموبايل اه عندي. عندك موبايل؟ طب ممكن اخد نمرة موبايلك؟ فادية. هاتوا لنا بالموبايل على حرف الدولاب. ربنا يخليك. اخد نمرتك بقى عشان نكلمك نقول لك موضوع العمره ان شاء الله. باسبورك معاكي؟ لا ماليش. ماليش مش هم. ده مزور. اه ماليش والنبي ماليش. طب وانت هينفع تنزلي القاهره تعملي باسبور؟ احنا بنعمل من بلدنا كل واحد من بلده. لا مش من القاهره. تعملي من هنا؟ بلدنا كل واحد من بلده. تقدري تعملي باسبور هنا؟ نعمل ان عملنا عملنا ما نعملش ليه. ابعت لك حد يعمل معاكي الباسبور؟ اللي تعمليه. طيب رن على موبايله يديني النمره بس ضروري. طب يا حاجه انا بشكرك وبتاسف لك والله على اللي حصل لك ده. ازيك يا حاجه فايزه؟ ازيك؟ الله يخليك. الله يصلح حالك. ازيك يا فايزه؟ عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليك وربنا يخليك. ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا عم الحاج عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ يخليك يا رب. ده طبعا جواز السفر وزاره الداخليه طلعته لك عشان ايه؟ الحج اللي ربنا رزقك فيه كده وحج مقبول كده ان شاء الله. وادعي لنا هناك. ادعي لنا هناك. ادعي لنا هناك يا حاج. اتفضل. ازيك يا عم علي؟ ازيك يا حاج علي؟ عامل ايه؟ خليك خليك زي ما انت. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حاج علي. ربنا يخليك. دنيا واخره. ربنا يخليك. ولا يحوجك. ادعوا لنا احنا محتاجين دعواتكم. بسيب بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يخليك يا حاج علي. ربنا يخليك. المرض. ربنا يخليك يا حاج علي. وذريتك. ربنا يخليك. ومن حولك ويجعلك خدمه للمسلمين كلها. ربنا يخليك يا حاج علي. بارك الله فيك. ربنا يخليك. ربنا يزيدك. ربنا يخليك. ينورها لك ربنا ويصلح حالك. جواز السفر اهو الوزاره طلعته لك عشان ان شاء الله الحج اللي ربنا يكرمك فيه ان شاء الله. وادعي لنا هناك. حاضر. ادعي لنا هناك يا حاج علي. ربنا يخليك يا حاج علي. ربنا يخليك يا حاج علي. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حاج علي. ستر الله ينكشف ابدا. ربنا يخليك. لا ان شاء الله. ده جواز السفر الوزاره طلعته لك عشان ان شاء الله الحج. الحج. الحج ان شاء الله السنه دي. السنه دي ان شاء الله. لا فاضل شهر ان شاء الله.
ان شاء الله. اولا واخيرا تفضل. اسال الله ان الله معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير وخبير. ادعوني استجب، قال الله سبحانه وتعالى وحكم على نفسه، قال ادعوني استجب لكم. اني ادعوك يا الله ان تستر في الدنيا وفي الاخره، ربنا يخليك، قتل لا كاشف الابد، ربنا يخليك، ولشارك الشاب اصلح حاله ونور حاله، وربنا يكرمكم جميعا، ربنا يخليك، وحبتك بسيدي رسول الله، ربنا يخليك، وبسر لا اله الا الله محمد رسول الله، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حاج علي، ربنا يخليك يا حاج علي. يعني بس ده يعني انا ومراتي بس. اه ان شاء الله، بس ان شاء الله. اي محاولات؟ لا لا ان شاء الله يا حاج، ان شاء الله، ان شاء الله، ربنا يخليك يا حاج علي. تم تكليفي من وحدة مباحث اسم أول بتسهيل الإجراءات عليهم، فقمنا بتسهيل الإجراءات عليهم وجبنا مصور وصورناه منها عشان هم كبار سن وهم كبار السن وكده. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا وطلعنا لهم إجازات السفر على نفقة وزارة الداخلية، طبعا بناء على تعليمات السيد وزير الداخلية باستزار وتسهيل الإجراءات عليهم يعني عشان هم كبار السن وكده. ربنا يزيدهم وفيهم شر الأمراض ويبارك فيهم ويبارك لهم في الذرية بتاعتهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. وربنا يجازيكم خيرا في الدنيا وفي الآخرة من كبير وصغير يا رب، وينصر بالإسلام والمسلمين، وينصرك يا سيسي على من يعاديك في جمهورية مصر من الإرهاب والإخوان المسلمين يا رب، يا رب يا رب، ينصرنا جميعا يا رب على أعداء مصر يا رب، ويخليكم لنا يا رب، وربنا يبارك فيكم ويجازيكم خيرا. أنا مش مصدق حاجة، أنتوا اللي فاجئتوني بجواز السفر، وأنا متعشم في وجه الله، متعشم في وجه الله، أحج وأموت هناك، أمنيتي عند الله كده، أمنيتي عندي 24 سنة عاوز أهم الدنيا، والحمد لله، وأشكركم جميعا، والشكر لله، وأنتوا برضو بعد ربنا وجعل في الأرض خليفة، فربنا يصلح حالكم وينورها لكم ويسترها معاكم دنيا واخره، ويبارك في اللي طلعني وطلع لي جواز السفر يا رب، يا رب يكرمكم جميعا، ولا شمت فيكم عدو ولا حبيب، بسر لا اله الا الله محمد رسول الله. استاذ ريان سعيد، كلمه كده؟ اه كلمه. الو، ايوه يا حاج. مين سيادتك؟ ازيك، فاكرني انا جيت لك ايام ما كانت الحاجه عايزه تطلع؟ ايوه الحاجه ريمان. ريان سعيد، ايوه فاكرني. فاكرك كويس يا بابا، ربنا يسترك. اخبارك ايه؟ انت كويس؟ الحمد لله رب العالمين. بتدعي لي ولا مش بتدعي لي؟ والله بدعي لك وبدعي لكل الناس. طب بقول لك ايه يا حاج؟ نعم. احنا النهارده ايه؟ النهارده السبت. النهارده يوم السبت صح؟ ايوه يا فندم. احنا ربنا عملنا فيك فجأة كده، ما اعرفش بتساعدك ولا لا. نعم. المفروض ان انت والحاجة، ايوه، يوم الاربعاء، انت والحاجة يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله تطلعوا حج. ان شاء الله. يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. بس كل حاجه سهلنا لك، كل حاجه وجبنا لك الكرسي وجبنا لك المرافق وجبنا لك كل حاجه عشان ما تتعبش خالص. ربنا ما يحرمنيش من انصر الناس الطيبين وينورها لهم جميعا، ويخلي لنا الدوله كلها من رئاسه من عبد الفتاح باشا السيسي والقوات المسلحه والشرطه والشعب ورجال الشعب كلهم، ربنا يصلح حالهم جميعا وينصر مصر على اعدائنا وينصرك انت على اعدائك يا رب. ربنا يخليك واشكر ربنا. الحمد لله رب العالمين. ربنا اللي جمعنا من غير معايير رب، وقدر ان بدل ما تطلعوا عمره تطلعوا حج. ربنا ما يحرمنيش منك، ما انت الخير والبركه يا حاجه. ربنا يا رب يرجعكم بالسلامة إن شاء الله، ونعمل
وتدعي لنا بقى يا حاج هناك امانه. ان شاء الله ان شاء الله. ودعوة انا هجيبكم يوم الثلاثاء ان شاء الله. ايوه بتاعت الحج مع بعض. ايوه وننزل القاهره بقى عشان نروح مكان ان شاء الله. ان شاء الله بالصلاه على النبي، ربنا يكرمك يصلح حالك، ربنا يصلح حالك ويكفيهم شر المرض ونور عليهم. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يسترها معاك دنيا واخره. عايزين نروح نبشر الحاجة بقى. هي الحاجة راح تزور واحدة قريبتنا تعبانة في جار بلد، لكن أنا هبشرها بكل حاجة. لا ما تبشرهاش، احنا عايزين احنا نبشرها. طيب هترجعوا امتى؟ احنا ممكن نروح لها عند قريبتها دلوقتي. تروح جار بلد؟ هي بعيدة؟ لا قريبة. طيب محمد ابني هيروح معاك في العربية. محمد ابني هيروح معاك في العربية اهو. يلا محمد روح معاهم. ويوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله هاجي اخدك عشان تروح. طيب حاضر، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك ويصلح حالك وينصرك على من يعاديكي وينصر مصر على اعدائنا ويخلينا رئيس الجمهوريه والقوات المسلحه والامن كله. ربنا يكرمنا جميعا يا رب. حق لا اله الا الله محمد رسول الله. عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ريم سعيد، معاك على التليفون. كلمي قولي الو. الو ازيك يا حاجه؟ ان شاء الله تسلمي يا ست الكل. عاملة ايه؟ الحمد لله والله ما عارفه اني مش كنت اكلمك من زمان. انت كويسه؟ الحمد لله ربنا يخليك يا بنتي. الله يصلح. ايه انت كان نفسك تطلعي عمره صح؟ البركه. ايه؟ بتقولي ايه؟ بتقولي نعم. بتقولي ايه؟ بقول لك ربنا يخليك ويخلي لك ولادك. ويخليك يا حبيبتي. الله يخليك. ايه رايك؟ انت كنت عايزه تطلعي عمره. ايه رايك ان ربنا عمل لك هديه؟ البركه فيكي برضه. ويخليكي ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي تطلعي حج. ربنا يخليك يا ست انت والسيسي والشرطه والجيش. يا رب. ربنا يخليك. ونفسي كنت اشوفك والله. يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. ايه؟ هتكوني موجوده ان شاء الله في الكعبه. ربنا يخليك يا ستي، ربنا يخليك. ربنا يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله انا هعدي عليك واخدكم عشان تروحي. طيب ربنا يخليك يا ستي يا رب. والحاج جوزك جاي معاكي وجايبين له مراتك وجوزي وكل حاجه. طيب ربنا يخليك يا بنتي، انت زي بنتي واحسن. مبسوطة؟ ده أنا بقى عايز أكلمك في الساعة دي مش لاقية نمرة معايا ولا حاجة عشان أشكرك يا ست. شفتي ربنا جنة من الشرق والغرب. والنبي رب البركة فيك، البركة فيكي برضه، البركة فيكي. لا ربنا جمعنا على خير. والحمد لله. الحمد لله ربنا يخليك والنبي يا رب، ربنا يخليك ويخلي لك ولاد. أنا هجيب التلاتة بس بنفسي. طيب. الله يخليك، الله يخليك يا بنتي، الله يصلح حالك ويخلي الجدعان كلها الشرطه. ربنا الجيش والشرطه ربنا يخليهم والسيسي والسيسي يا رب. الله يبارك لك يا بنتي. هتيجي يوم الثلاثاء الجاي ده؟ يوم الثلاثاء الجاي هيجي لك عشان يجيب. طيب حاضر هنستناك يا بنتي. خلاص اي حاجه ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يخليك. ربنا يخليك. ادعي لي يا حاجه هناك. ادعي لي كل الشرطه اللي في الجيش اللي في المديريه كلها لحبايبي كلهم وحياه ربنا حبايبي. ربنا يخليك يا ست. اشوفك على خير ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك يا حاج. الله يخليك يا حاج.
ارضكم سالمين غانمين مقبولين الخاطر زي ما قبرتوا بخاطرنا، ربنا يسترها معاكم وينجيكم ويكفيكم شر الامراض ولا يحوجكم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين، قال ادعوني استجب لكم، لانني ادعو الله سبحانه وتعالى السميع البصير يسمع ويرى، يسترها معاكم دنيا واخره. اسعد انسان خلقه ربنا، اسعد انسان اللي رايح لحج وهعمل العمره واروح اصلي ركعتين في الروضه الشريفه بتاعت رسول الله، ومن صلى ركعتين في المصليه بتاعت الرسول كانه صلاهم في روضه من رياض الجنه. انا عارف كل حاجه، واطلع حج فوق على الجبل واطلع الحجاره فوق وانزل من على السلالم برضه كل حاجه. ده حاجه ثانيه، الحج ده فرحه ثانيه غير اي حاجه، فرحه ربنا للعبد، فرحة ربنا سبحانه وتعالى لعبده، راضي عنه، ربنا راضي علينا وهيكرمنا بالحج ده إن شاء الله. يا سلام على نور الله، يا سلام على نور ربنا لما نورها في قلوبنا جميعا، يا سلام ربنا نورها لكم، ربنا نورها لكم بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. راحت سهيل وراحت أرض الله وأرض ربنا. أرض ربنا حاسة بكل حاجة، السعادة كلها والله عند ربنا، إحنا عند ربنا ورايحين بيت الله. بس نفسي أروح وأزور النبي وأزور المدينة المنورة وكلها. ربنا يبارك فيكم جميعا ويسترها معاكم ويكفيكم شر الامراض ويصلح احوالكم ويردكم سالمين غانمين، وكل واحد يقدم الخير لاخوه المسلم ربنا هيكرمه وهينورها له ان شاء الله. فرحانه وجميله وربنا يخليكم ويخليكم اولادكم والله، ويخليها الاستاذه ريهام يا له من عند الله خير ويخليها اولادكم.